اوكي، اهلا وسهلا فيكم في جلسه جديده من جلسات نادي كتاب اوت اند اباوت. اليوم هي جلسه قراءات الرواد، حنستمع لابداعاتكم ولكتاباتكم. بس قبل هيك بحب انه باسمي وباسم مجموعه اوت اند اباوت جميعا، سواء مؤسسين او فرق او اعضاء او متابعين، انه نقدم احر التعازي واعمق التعازي لجميع اهالي الشهداء البحر الميت. الخميس الأسود، كلنا فاقدين، كل بيت أردني فيه عزا، كل بيت حاسس إنه فقد حدا عزيز. صعب الواحد يحكي عن الموضوع من غير ما يكون عاطفي أو إيموشنال. قلوبنا معهم أكيد، وبندعي لهم بالصبر والسلوان، وبنتمنى إنه الناس اللي لسه ما عرفوا أخبار عن المفقودين لإلهم يلاقوهم بصحة وسلامة، وإنه كل حدا بالمستشفى يرجع سالم غانم لأهله بإذن الله. أوكي، بنقدر نبدأ هلأ. مين بحب يبدأ أول قراءة اليوم؟ مين الجريء اللي حيبدأ بالأول؟ جوان، تحبي تيجي هون؟ تعال. رح أقرأ قصة قصيرة. كره الذات الذي تعتاش منه سما لم يجعل منها الفتاة اللا أنانية المحبة والمندفعة للخير، بل بقيت في إطار العزلة ومتاهات دواخلها. تنظر في المرآة للوجه عادي الملامح، عادي؟ نسبة لماذا؟ تسأل نفسها، وتجد الإجابة عالقة على طرف لسانها وعقلها والتلفاز وفي صفحات مواقع التواصل الرديئة. الصورة المثالية للمرأة، إنها بالنسبة للملامح المثالية عادية. لماذا علي أن أكتره؟ لا أهمية لمظهري، لا أحد، وحدي تماماً. أن تحبك أسرتك أمر اعتيادي، أكثر من شكلي. لماذا علي أن أشعر بالامتنان؟ أنا لا أشعر بشيء وحسب. سحبت حقيبتها الملقاة لقرب السرير دوما، وكما يقول شيلدر روحانا، لشو التغيير؟ في الطريق إلى العمل تمارس سما الابتذال الثقافي كاملا، من الكتاب الفلسفي الذي تقرأ منه كل عدة شهور صفحات قليلة، إلى الأغاني التي يروج لها على اعتبارها تحمل قضية. تحفظ سما جيدا أسماء العديد من المفكرين، الفلاسفة، علماء الفضاء، الشعراء والأدباء، وبضعة مصطلحات لتقحمها في أي حوار. في الغرفة الصفية حيث هي المعلمة، تلك إشكالية أخرى في داخلها. قبل شهرين كانت طالبة في سنتها الجامعية الأخيرة، بعد سنوات طوال من كونها طالبة هي الآن معلمة دون رغبة. تبادر بفزدكتها المعتادة أمام المعلمات والأساتذة. لا أحتمل انطواء أيام الحياة بهذا التشابه البائس، ترد إحدى المعلمات. ألا تلاحظين كثرة استخدامك لكلمة البؤس؟ حياتك جميلة. تصمت سما لتغوص في ذاتها وهي تشتم جهلهم، فسيوران وكافكا وبيكيت بالنسبة لها على اختلاف طرحهم تجمعهم كلمتين، العدم والبؤس. إنها إحدى الطرائق السطحية التي تستخدمها في فهم الفلسفة. العودة للمنزل لا تستلزم اتباع أجواء الخروج منه، ليس لأن الحقيبة غير ملقاة على الأرض، بل لأن الأغاني والكتاب في يدها سيحددهما شخص آخر، من تتوهم حبه. خطوات قليلة يمشيانها يوميا إلى حافلة الحي الذي تقطنه، كلمات قليلة تتردد في عقلها طوال الطريق، تتحرك ملامح وجهها بانفعالات متعددة وهي تجلس منعزلة عما حولها. دكتور، الصور تتكرر، بل المشاهد. إني أستعيد مشهدا لم يحصل وكأنه أثر بحياتي سلبا، وأشعر بالسوء المستمر والرغبة في البكاء لا تنتهي. الدكتور، هل تأثرت علاماتك الدراسية بحالتك النفسية؟ سما، لا، لم تتأثر، لا في الثانوية العامة ولا في الجامعة. ما الجدوى من الطب النفسي؟ إلصاق أسماء الأمراض بالبشر وتوزيعها عليهم؟ جميعنا مرضى، هذا ما قاله الطبيب. رجاءً، هل بإمكانك إعطائي هذا الدواء؟ هل هذا الدواء لك؟ لا، لصديقتي، أجابت سما. أجابت الصيدلية، هل صديقتك مؤمنة؟ لم تستغرب سما سؤال الطبيب عن صلاتها وتأكيده لدور الصلاة في العلاج، حيث لا شافي إلا الله حسب جملة الطبيب النفسي. لكن ما السؤال عن الإيمان؟ سألت سما. أجابت الصيدلانية، لأن الدواء خطير، يؤثر على القدرات العقلية، يسبب الإدمان، يستحيل إنجاز مهام تتعلق بالقدرات العقلية والتحصيل العلمي الجيد معه. من الأفضل لها أن تتوجه لله وتعتمد على طاقتها للشفاء. الخروج من باب الطبيب النفسي ومن الصيدلية اللصيقة به مجرد خيبة أمل. علم الطاقة يا للسر، حتى الفيزياء تم تشويهها، قالت سما في داخلها. المرض الموهوم يعشعش في عقلها منذ تلك المرحلة الكئيبة التي تنقل الفرد من لعالم الناضجين فجأة. الهروب من المرحلة مألوف، ولكن الرغبة في المرض والوهم هو مرضها الذي لم يكتشفه الطبيب النفسي. عالم الأدوية غريب، فقدت شعوري نحوه. فكرة الرغبة اختفت، مزاج أبيض متلاشي. كنت، ما أهمية ما كنت هنا في هذا العالم، تختفي الذات المصطنعة.
تختفي الذات المدعية، تختفي الذات العفوية أيضا، فعليا فقط تختفي. واو. طبعا اللغة خرافية، حاولت امسك لك بلطة ما قدرت صراحة. القواعد عندها رائعة. انا بدور عم ببرك بدور الاقي اشي بس فظيعة صراحة. ما شاء الله. لا ما تخافوا ما تخافوا ما حكي اذا مسكت اشي ما حكي. انت كتبتيها هاي؟ هاي كتبتها تقريبا قبل سنة تقريبا. اي رائعة بس اسلوبك الكتابة واللغة رائعة. صغيرة على التقرير يعني السيران صعب مش سهل يعني والعدم ممتازة. ايه انتي في دارسة؟ دارسة بكالوريوس علوم سياسية وماجستير اقتصاد سياسي دولي. اه ما شاء الله عليك. بس يعني لغتك العربية رائعة ما شاء الله عليك ابدعتي. سمي جمال بنسميه شو؟ حدا بحب يسأل شيء لجمال؟ تمام؟ عمين كنت تحكي جميل؟ عمين كنت احكي عن حالة عم تمر فيها بنات عم تحاول عم تغلف حالة بغلاف كبير من الادعاءات، من ضمنها ادعاءات ثقافية، من ضمن هاي الادعاءات الثقافية كانت كثير عم تستخدم اسماء بيكيت وكافكا وستيوران على اعتبارها كلها بتجمعهم كلمة العدم والبؤس، مع انه هو على ارض الواقع شيء سطحي انه نجمعهم كلهم بقالب واحد. انا جدا مختلفين عن بعضهم. السؤال انه يعني كتاب الشخص اللي كتبت عنه؟ لا شخص وهمي، شخص مخيل. مخيل جزء آخر يبحث كميها. هلأ ما رح أقدر هيك يعني أقدر استنتج شو حكمل لأنه قعدت وبلشت أكتب لحالة. هل حتخليها توصل للمعرفة بالإيمان ولا حتخليها ضايعة؟ لا طبعا ما دائما بكون معنية أوصل لجواب لما الإنسان يكتب. مو دائما معنية أوصل لجواب كثير في هو إيه أنه أنا ما بكون معنية أنه أوصل لجواب. تسلم. شكرا جمان. مين بعد جمان؟ والله صراحة انت حطيت الليمت فيري هاي، الستاندرد صار كثير عالي. كثير عالي كثير. طيب مين؟ يلا لازم يطلع هناك اللي بحب يطلع على الكاميرا بيطلع، ما بحب يطلع هناك. رح أقرأ نص محايد. هو مش سياسي ولا ديني، محايد. حذرتوني. ما توقفوني. تفضلي. إلى متى سيظل العربي المتدين يتهم العلماني بالتقليد الأعمى للغرب والانحلال فكر الأخلاقي وإلصاق به كل الصفات القدرة التي تنتقص من فكره ومكانته؟ وإلى متى سيظل العربي العلماني يتهم المتدين بتغيب العقل والعيش وكأنه في عصر يسبق الحالي بمئات القرون؟ أما أنا لكل منا أن يبحث في حقيقة الشيء قبل أن ينسب فكره إليه؟ وهل من المعقول أن يرفض الفرد فكرة بأكملها دون اطلاع واسع على ماهيتها؟ من قال أن الفرد إن تبنى فكرة فعليه أن يعادي كل من يرفضها أو من يتبنى نقيضها؟ وهل من المنطق أن يتوافق الشخص مع جميع مبادئ وأسس أي مجموعة فقط لأنه انتسب إليها؟ في مجتمعاتنا العربية ينظر الأغلب إلى العلمانية على أنها كفر وسبيل لهدم القيم المجتمعية ووسيلة تولي بالمجتمع والأفراد للتهلكة والضياع، متجاهلين ما حققته المجتمعات المغايرة من تقدم في كافة مجالات الحياة رغم أنها مخالفة لما هم فيه، في حين ينظر البعض الآخر للدين على أنه عثرة تعيق تقدم المجتمع بأكمله إن لم يندثر ويتلاشى خلف طيات الماضي، متناسين أن علاقة الفرد بربه علاقة شخصية لا تقبل التدخل من أي طرف ثالث ولا يحق لأي كان طلب ربطها أو قطعها من أي أحد كان. الأغلبية ترى الملاحدة واللا أدريين واللا دينيين أشخاصا لا يودون إلا الظهور والشهرة وينعتونهم بالكفرة ولا يعلمون أن الكفر عملية شاقة معقدة ومرحلة أساسية في رحلة الباحث الحق وليس ذنبا من الذنوب، في حين ترى هذه الفئة كل من يلبس عمامة بمهرتق لا يجني من كلماته سوى مصالح شخصية. فئة كبيرة منا تنظر للمثليين بعين متقززة متشبعة كرها ونفورة، في حين تنادي أخرى بالحرية الشخصية وأحقية كل فرد باتخاذ أسلوب الحياة المناسب له. وفي حقيقة الأمر كلتاهما لم تستطع التفرقة بين فئة تنشر أوبئة وفسادا في المجتمع وفئة فرضت الطبيعة عليها أن تخرج عن فطرتها فباتت منبوذة دون أن تقترف ذنبا يذكر. عدد لا حصر له ينظر للنسوية على أنه كره للرجال ومؤامرة لإقامة عالم يحكمه النساء وما الرجال فيها إلا عبيدا مقيدين كما في سوق النخاسة
فينظرون إلى كل فتاة نسوية نظرة تسلبها أنوثتها وتلبسها بدن الرجال، ولكل رجل مناصر للنسوية بنظرة تفقده رجولته وتتهمه بكونه لا يحمل مقصدا من ذلك سوى رغبته بالقرب من الفتيات إشباعا لشهواته، غاضين أبصارهم عن الظلم والاستبداد وسلب الحقوق الذي تتعرض له نساؤنا وفتياتنا، وغير مدركين لماهية هذه الحركة الاجتماعية الفلسفية، وغير راغبين في البحث عن حقيقتها حتى. وفي كل مسألة من مسائل الحياة، فكرية كانت أم اجتماعية أم سياسية، تتشكل مجموعات معادية لبعضها البعض وقابلة للعراك والتشابك في أي لقاء سيكون دون فهم واستيعاب لما تحمله المجموعات الأخرى من أفكار وآراء. أيا كان المآل، فإن الحوار قادر على تكسير ما تصلب وتليين الحجار المتراكمة في رؤوسنا، ولا يمكن إلا للنقد إن انضبط بقواعده أن يزيل الأفكار التي تعثر تقدمنا ويستبدلها بأخرى ترتقي بنا عنوة بين الأمم. الأفكار على اختلافها تماما كالبشر، تنمو وتكبر ثم تنتهي صلاحيتها وتموت لتأتي أفكار أخرى أكثر ملائمة منها، والأفكار لن تنجب الحقيقة إلا بالتزاوج، وتزاوجها لا يكون إلا بالتحاور، والفكرة وحدها مهما كانت صائبة بنظر الكثيرين فإنها كالعقيم لا ينجب. فكفاكم صياحا وتهريجا دون استيعاب كامل للفكرة التي تناقضكم، وعليكم إيجاد ترياق لسم التعصب الذي بات ينهش قلوبكم وأدمغتكم وأبدانكم، وعليكم قصد مدارس محو الأمية لتعلمكم أول درس إنساني ألا وهو تقبل الاختلاف. حد حب يسأل هديل شيء؟ إلى متى؟ بعد هديل آدم عشان تبيني بكمل. من هو؟ إلى متى؟ إلى متى؟ أول سؤال سألتي. إلى متى؟ أنزل. إن شاء الله. بس. لو نعرف ما تقدرش نتمنى إنه يكون. شو سبب هذا العداء برأيك هديل؟ بشوف إنه تمسك الأفراد بالفكرة اللي هو بيحملها، عدم تقبل الاختلاف، مجتمعنا بشكل عام بحسه شوي منغلق، مش الكل بيقدر فعليا فبس من جديد يعني من خلال الأحداث اللي صارت مثل 2011 برضه اللي عم تصير هلا بال 2018 بتحسي انه في امل، يعني مش مثل قبل. قبل كنا نحس انه ابدا ما في اي مجال، وكنت فاقد الامل تماما. بس لا، هلا فكر الافراد كثير عم يتغير، المجتمع نفسه صار كثير منفتح اكثر من اول، فنتمنى يعني انه ان شاء الله هو التقبل عم بيزيد بشكل واضح صراحه عندنا، لانه الوعي عم بيزيد، وتلقائيا لما الوعي يزيد التقبل معه بيرتفع تلقائي. خمسه تفضل. هو يعني المشكله هي موجوده، لانه فعليا اللي بتغير هو القشور مش الماده. يعني مثلا ما بعرف اذا في ناس مر عليهم تجارب، انا كثير مثلا بحياتي على صغر مر علي تجارب لناس كانوا مثلا مشهورين بانهم زعران بالحارة، تمام، وبعد مثلا عدة سنين لقيتهم شيوخ انهدوا. لما كنت احكي معه هو شيخ كنت اشعر انه هو نفس الازعر على فكرة، بس ليه حطوا طولت وصار يحكي شوية ايات زيادة جد بحكي. فهو القشرة بتتغير، المعدن ما بيتغير، تمام. حتى اللي بروح مثلا على الاكستريم على الطرف هذا او الطرف هذا، بينما واحد راح مثلا لسلفي جهادي وواحد راح مثلا ملحد او لا ادري او وتبر او يساري مثلا شيوعي على الجهه الثانيه، تمام. بيكون بتلاقي القشره هي اللي يعني اللي بتختلف. الجوا نفس الشيء، العمق لساته نفسه، هو نفس الفكر ونفس التعصب، نفس الطريق في التفكير. بدي احكي، بديش احكي انه نفس الفكر، هو فكر حاله بس طريقه التفكير من جوا، تسلسل الافكار، صح. عدم التقبل الاشياء الاساسيه الانسانيه بدي اسميها هي نفسها، وهي الاساس اللي لازم يتغير فينا. صح، مزبوط. حد تاني عنده سؤال لهديل؟ حد معتز؟ هو مش سؤال، هو بس تعليق بالحقيقة. تفضل. يعني عشان أعطي شيء حقه ونعطي هديل حقه اللي كتبه. الأفكار هاي يعني أكيد هذا تأليفك ونابع من عندي، إنتاجك الذاتي، إنتاجك الشخصي. لو كان هذا واقع وأنت قدرتي تشوفي في الواقع اللي كتبتيه، تقدري تشوفيه في المجتمع وتشوفيه في الواقع، وتقدر تحكمي عليه من هذا المنظار، من منظار الوعي، حتما نظرتك للأشياء رح تتغير، حتكون بوعي أكثر، وحتكون بإيجابية أكثر.
يعني كثير في مفاصل حلوه، كثير في مفاصل دقيقه في موضوع الوعي، في النص البسيط الصغير هذا. اذا بدي ابلش اعددها يمكن ابدا وما اخلص. يعني اول شيء انه طبعا كل صف تقبل بالاخر، بس انه يميز الانسان بين 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 اختيارين ابيض واسود، انه في طيف في النص، الطيف هذا الكل معرض انه يمرق فيه، والكل معرض انه يكون في جزء من هذا الطيف يمين ويسار او وسط او 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 هيك هيك نصيبه، هيك قدره، هيك جاء، هيك وصل للحياه. وبالتالي مهما كان اتجاهه، مهما كان دينه، مهما كان فكره، مهما كان معتقده، في الاخر هو بني ادم عم بيفكر، عم بيلاقي طريقه في المجتمع، احيانا بيصطدم واحيانا لا. وهي هون بتخلق الأسئلة وبتخلق المشاكل اللي بيناتنا، مشاكل المجتمع والمشاكل اللي حكى عليها حمزة، التقبل والرفض، بصير أصنف، بصير أحط فلان بخانة معينة إلى آخره. النص مليء بالوعي، وياريه يتم إسقاط كل هذه المعاني على نظرتك للحياة الواقعية، لأنه لقدام رح تشوفي أكثر. مزبوط. أي حدا عنده تعليق، سؤال؟ أوكي، شكراً هديل، شكراً، يعطيك العافية. ليان تقري؟ أوكي، بما أنك اخترتي. يلا. ما رح يكون شيء ثاني. لماذا فر الإله من بلادك؟ سألني فأجبته: إن بلادي كخيل للعالم، ضد الموت إلا من كعب القدم، ومن ذاك الكعب شق الجيد. في بلادي الكنيسة في انتظار مبجل لعودة جودو، وأمام المسجد جيف وسنوات عجاف، والشيخ يحرم الجنة عمن خالف الإمام. في بلادي سجون تخافها الغربان، ومن سوادها تهرب الخفافيش. في بلادي آلاف الكلمات تنزح، والتهمة إقلال راحة كرسي العيش العرش عفوا. في بلادي وأد الحقيقة، فكانت النتيجة كذبا تستنشقه قبل إدراكه، فتحبس أنفاسك وتمضي. في بلادي يكسر القلم وتحرق الكلمات كي لا تجددهم من ردائهم. في بلادي يهاجر الغد حتى أصبحنا في دائرة زمان مغلقة، لا نعلم متى ولدنا وكيف متنا. في بلادي الأمل ضرب من الجنون، والحب بعض من 99 محرما. في بلادي يحرمون القبل التي يباركها القمر. وفي بلادي عليك أن تضاجع الجوع والخوف والتشرد، فتنجب منزلا تضع أعلاه علما من 3 أوجاع. في بلادي كسروا القيثارة ومن كلمة مش فاهميتها ومن النهدات ألفوا نشيدا وطنيا. في بلادي يجدو الرصاص عوضا عن الناي، فبلدي يرى في الامرأة الضعيفة وقرا إذا ما أسدلت سوادها، وترعبهم امرأة تمسك قلمها بيمينها وسيجارتها في يسارها. في بلادي يخيفهم الرقص والعطر وصوت الشجر، ترعبهم فترة الطفل الذي لم يخضع ولم يفهم بعد. بلدي ممتلئ حتى التخمة بالعناكب والطحالب، بتاريخ خضع لعشرات العمليات التجميلية وما زال مشوها. في بلادي تثيرهم راقصة بخصرها الملتوي، ولا يثيرهم بكاء طفل مات عصفوره. في بلادي يأتي الموت مقنعا ومتمثلا بهيئة الخيبات والأوجاع، مثقلا بالأضداد. في بلادي حكام أخذوا الأمان من كرونوس وقتلوا زيوس قبل حتى أن يكون، فكيف ببلاد كبلادي أن يلتجئ الإله إليها؟ حلو. ذكرتني بنص لمحمود درويش، مش قادرة أتذكر الكلمات، بس محمود درويش كتب إشي قريب من هيك. هو سرق الفكرة مني صح؟ أنا قلت هيك برضه. كتير حلو النص، جميل. ما معي مجال كتير أناقش فيه يمكن،
طبيعة النص. مع طبيعة المحتوى. مع طبيعة المحتوى. في كثير كلام ينحكى بس مع طبيعة المحتوى ما في مجال كثير كثير. تمام. بس رائعة. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده تعليق؟ أنا اللي لاحظته في الثلاث صبايا اللي قروا أسلوب الإلقاء عندهم رائع. إذا صح يعني الثلاثة بينفع على الإذاعة بينفع على التلفزيون. درس صحافة. أوكي. لا واضح بتنفع الإعلام جدا. أسلوبك كتير كتير مناسب. كمان هيك درست إعلام. برافو عليك. وبرضه جمال وهديل نفس الشيء إلقاءكم كان رائع كتير مناسب. حولي من سياسة لإعلام. على فكرة اللي بدرس سياسة بيشتغلوا إعلام كمان. مو خليني لنا شغل بالبلد. علوم سياسية. أنا مو سياسة. أنت شو؟ هندسة مدنية. هندسة مدنية. في واحدة فيهم أكيد سياسة. مصمومية. أوكي. هندسة مصمومية. مهندس صحيح. مزبوط. طيب مين كمان فيه؟ تفضل. بدينا نروح مع الشعوية. بعيدا عن النصوص. تفضل. الله يعافيك يا أهلا حبيبتي. أوكي. أنا مرة سمعناك أنا ما سمعني. لا هلا بتلا. تفضل. سيلا. هي القصيدة العربية فصحى يعني الصدر بالعربية فصحى والعجز بالنبطية. أوكي. اسم حضرتك بريطاني؟ محمد قطامين. محمد. تفضل. حتى يعني نختصر. تفضل. هي رد على قصيدة للشاعر عياد الشمري شاعر سعودي. شو كتبوا فيها؟ بكيت حتى رويت الأرض مبتسما فقالت الأرض ما يبكيك يا عيادة. هو اسمه عياد الشاعر. فأرد عليه بقول له لا تنك أن جروحا قد قضت وطرا من قلبي البش قد صارت لكم عادة. فظيعة الفكرة. يلا ابدأ. لكن كأن جروحا قد طبت وطرا من قلبي الهش قد صارت لكم عادة. الدمع يشفي غليلا لست صاحبه ولا غليل ترى كل يوم في زيادة. بكيت حتى نسيت الدمع كيف له إن بجل هموم صدر دوم وقادة. يا ليت أن لي في الوراء قدر خفف الموم بقع على جات ووادة. بيت من الشعر قد هاج الفؤاد له يمنها انشد الشمر شاعرهم عيادة. بكيت حتى رويت الأرض مبتسما فقالت الأرض ما يبكيك يا عيادة. لا تبكي مبتسما فإن للفتى قلب حرقه الفراق وشرب من فوقه السادة. إن العبيد عبيد الحب إن بقى لهم في معبد الشوق من كهان أو سادة. ما قلت شعرا ولكني كتبت لهم كلام يشلع اشداد القلب ووتادة. لليل والخيل حتى الهيل يجهلني قتيل حب ضناه الشوق يا عيادة. إني ابتليت بطيب الفعل وأسفة إني ابتليت بطيب الفعل وأسفة وقد طاح حظي وضيعت نقيادة. يا رب لي قلب قد مسه قرح يشتاق شمة فرح أو ترجع عيادة. قتيل حرب قد تشد الجموع له ولا قتيل الحب مطعون وزيادة. واو. زيادة. إبداع. عودنا على الشعر شاعر ومحمد كسر العادة. أهلا. ذكر البدوي. محمد كيف طلعت معك الفكرة هاي؟ موجود بكتبوها الشعراء والتضمين العربية الفصحى بس يعني ما بكتبوها كامل صعب يعني ما بتلاقي كامل. العجز كامل والصدر مثلا شيء والعجز شيء بتلاقي بيت بتلاقي كلام بتلاقي عجز بس بالقصيدة. هي صعبة مش انه صعبة كثير صعبة يعني انا مو قادرة اتخيل كيف زبطت معك صراحة. هم اللي نطيب اللغة على موضوع معين يعني. لا فعلا ابداع هذا ابتكار. القصيدة نفسها جميلة للشاعر. يعني القصيدة اللي كاتبها اللي هو عياد الشمري نفس القصيدة جميلة موجودة عندك؟ على اليوتيوب موجود يعني سنطال اسم عيادة. هاي عفوا كتاب بس هو ردن عليها ردن يعني سمعتها بس هي استفزت كثير ناس ردوا عليها فيعني بظلم الاستفز وديت عليها. لا بس افهم
كلماتها جميلة، يعني بكيت حتى رويت الأرض مبتسما فقالت الأرض ما يبكيك يا عيادة. يعني حتى البيت عربية فصحى مع النبطي وجميل، يعني مش مكسور البيت. ف استفز بعض الزواج مش معهم بفهم شو اللي استفزك فيها. طريقة بناء البيت، بناء البيت. محمد لازم تعمل ديوان كامل بهذا الشكل، ما أتوقع إنه في حد عمل هيك. في قصيدة المرج يعني على اللف الثاني بقراها، اللي هي اخترت أبيات لغة عربية فصحى مشهورة وكملت عليها نبط، يعني بس يعني أبيات كلنا بنعرفها وكملت عليها. لا إبداع ما شاء الله. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده تعليق؟ جاية رائعة جدا. أنا مش قادرة أعبر، كتير عجبني الموضوع صراحة. كتير مبتكرة الفكرة يعني. طيب حدا تاني؟ في حدا تاني عنده شيء يقرأ؟ مساء الخير. وقت كتير. مساء الخير. اهلا وسهلا. طبعا لا هو سياسي حب ولا هم عشان نعرف نحكي على حتنا. ان شاء الله دي ما صعبين كان. مش حب حب، هي غزل في امرأة. طب حلو برضه مستفيد. هذا من كان أصابه يخبي أصابه. شقرة ولا سمرة؟ لا هذا شقاق. ما هم كلهم سمر سمر. هي بأظافر الامرأة. أظافر لا شقرة ولا سمرة. اسمها أظافر. طويل ولا قصير؟ أظافرها طويل ولا قصير؟ لا. هتشوفي بس يقرأ. تلون أظافرها كما يتوضأ العبد لصلاته. زينت أظافرها لون الطلاء، فتزاحمت ألوان الطيف على أظافرها كما أنه شتاء نيسان تزاحمت وأعلنت أن لا لون أجمل إلا على أظافرها أجمل. تداعب فرشاة الطلاء أظافرها كأنها تلون نجوم السماء، تنفث عليه من فمها المذهب هدوء المساء، فعانق اللون أصابعها. بس احنا كمان اول اصبعين بس اصبعين كيف لو طقم طويل. يحبني كثيرا، يحبني نعم يحبني كثيرا، ومن ولا مخلوق يحبه سواي. يحبني نعم يحبني كثيرا، ولا يكتب شعرا في سواي، ولا يصف إلا عيناي. إنه يحبني يحبني كثيرا، فلولاه لما طرت في السماء ولا مشيت على وجه الماء. إنه يحبني يحبني كثيرا. ألم تروني في عينا أنطر في مقلتا، أضطجع على يمنا، أشرب قهوتي على شفتا، أشاهد القمر يخرج من فاه، فذلك لأنه يحبني يحبني كثيرا. يعزفني فهو العود وأنا أجمل لحنا، ينقشني على يداه فأنا له حناء، يكتبني فوق النجمات ويشربني فأنا قهوته المحلاة. إنه يحبني يحبني كثيرا، ولا يوجد في قلبه سواي، يخبئني كالطفل في راحته، كأنني أنا أجمل هدايا، يخبئني بين أصابعه كأنني حلوى. صغيري صغيري نم فأنا أمه، أتبخل الأم في من كانت تتمنى، فأنت الحب وأنت من عند الله، وأنا لا أتجرأ في حكم مولا. ألم أقل لكم إنه يحبني يحبني كثيرا، فلولاه لما طرت في السماء ولا مشيت على وجه الماء. ما حسيتوا ثيم نزار؟ نزار صح؟ محمد جربوعة روح نزار. في مجال أقرأ واحدة صغيرة؟ محمد جربوعة عن الشهيدة بدكم حب، بس هي عن الشهيدة عائشة الرابي اللي استشهدت قبل أسبوع. يلا. عائشة الرابي، الشهيدة عائشة الرابي عاشت، عائشة ماتت، قطفوها بدم مارد، قطفوها بدم بارد. عائشة لم تمت،
بل نحن من قتلناها. عائشة تاريخ بطلة، كانت تروي قصص الأبطال عن غزة، عن نابلس، عن رجال صدقوا الله وأسقوا أرض فلسطين خبزا وفرحا ودماء. عائشة صرخة أنثى على أبواب الكنائس والمآذن لتحرير عروبتنا المقرفة. عائشة سيذكرك الليلك والنرجس، سيذكرك جلاد بلادي. عائشة تاريخك وردة، سيحفظه من بعدي أولادي. بس المشكلة إنه في بنات ودائما أي شعر في غزل للمرأة بيهاجموه من باب إنه أنا أبدا ما بهاجمك. أنا كاتب أنا بس أجيب الورقة اللي هي في وصف للمرأة. طيب آخر إشي و أوكي يعني عادي تظبطش. لا 60 ميل بعتني على الواتساب. إني أعبدها، كلما جريتها طعنتني بسكين في ظهري. إلى متى سأبقى هكذا أضحكة الدهر؟ كلما جريتها قتلتني بخنجر في فمي. قد شاءت الأقدار بأن أتركها وتتركني في وسط البحر. مسكين أنا، حتى السلامة لم ترميه علي. كانت لي غيمة حبي أظل بها من تعب سفري. ولكن كنت لها السماء، وكنت لها الأم والأبي، وطفولة دهر قد عاشتها بين ربوع رمشي. كبرت، ولما كبرت رمتني بسهم العشق. عشقتها، ويا ليتني لم أعشقي. لم أكن أدري بأن السهم مغموس بحبر الفراق. فمتى يا حبيبتي، متى موعد الفراق؟ حتى أدرك كيف أتجرع صدمتي بكل برود وبكل كبرياء. حتى حديثي ممل وباردي. لا أحاسيس مني، لا أحاسيس منك. كل قصصي ورواياتي تبعثرت بالهواء. ويحي أنا كم كنت سارحا بغبائي. ويحي أنا كم كنت ساذجا بأفكاري. ألم أتعلم من صوابق أخطائي؟ ألم أتعلم كم من فتاة عشقتها وتركتني مرميا مثل العراة؟ أين كتاباتي ومذكراتي؟ ألم أكتب عن الفراق؟ ألم أقرأها من ذي قبلي؟ ذاكرتي خانتني، لم أعد أتذكر حتى الدعاء إلى رب السماء. سامحني يا ربي، قد قلتها لها إني أعبدها وأنت رب العباد. قد كان قلبي ينطقها لا لساني. طيب نعمل كمان لفة، حضرنا مجموعة كمان قبل ما نرجع لك. يسلم، شكرا كثير. هدير دقيقة، في حدا قبل ماشي، تفضل نرجع لك هدير. أهلا وسهلا. مرحبا. إيش زي الشعر؟ تعرف تقرأه؟ لا طبعاً، لأنه كنت على الفيسبوك وكله بكتب على الفيسبوك، فهذا أسهل إشي كتبته. السريع. آخر فترة صرت أقرأ عربي، فكانت تعجبني كلمات، فتطلع معي قصيدة، مش قصيدة، إشي يعني إله قافية بس ما بعرف بطوله، يعني إشي زي هيك فن، بس يعني بطوله. إيش كنت تقرأ؟ كنت أقرأ إنجليزي وتطوير نفسي كثير. طيب. عجبتني هاي الكلمة، صغوت إلي، يعني ملت إلي، ما كنت أعرف إنه معنى صغوت إلي. صغوت إلي. يعني صغوت بالغين يعني ملت إلي. صغوت إلي وإلي ما صغى. صغوت إليه وإلي ما صغى. أسقيته عسلا جرعاني علقمة. جئته هرولة هرب مسرعة. تبسم إلي بسمة كلها جفا. أحببته قنطارا فأحبني نوى. تكلمت إليه بكل شيء مفصلة. تكلم إلي بالإشارة والوما. كلامي كان له بلسما شافيا. كلامي له كان مرضا مفندا. حياتي
كانت معه صبا، حياته كانت معي هبا. هذا كله ما جرى، هذا ما يسمونه حبا، والحب ليس له ضد، الحب لا ينقلب عدا. هذا ما يسمونه حبا وانكشفت حقيقته، إنه تملك، إنه إدمان، إنه حاجة. هذا ما يسمونه حبا وأنا أسميه الآن. لا بس حلوة كثير. أول مرة تكتب؟ لا بكتب من يعني من تقريبا من الربيع العربي وبعد. بس كتابات طويلة وفيها هيك زي مسرحي، بحب المسرح والتمثيل. بكون طالع عربي فصحى بدخل العامية، وأمراض بطل، أمراض لازم إشي بنفهمش، لأنه مش مطلوب كل شيء نفهم. بس يعني ممكن واحدة تانية سريعة برضو، يلا ولا رابع. لا يلا أوكي. عجبتني هاي الكلمة، الحياة هو المطر. الحياة هو المطر. المطر مش الحياة. الحياة الحياة هو المطر. نزل الحياة. أوكي. اسم القصيدة ماذا حصل؟ نزل الحياة، سقط الثمر، ظهر القمر، سطع الفجر، جرى النهر، مات الشجر، البلد في خطر، الحب فيه نظر، السلام انكسر، النفاق أصبح بحر، ثم إعصارا على الأرض وغمر، والرجل باع قلبه وفجر، وضاعت روحه وانفجر، وشعر بإحباط، وانكسرت عينه كسر، وأخذ زاوية في غرفته، وانطمر مثل الأشياء عليها غبر، وانغمر في الكآبة انغمر، وأصبح منعزلا لا يعرف نظر، وتجبروا حتى أصبحوا حجر، وتحجروا حتى صاروا بلاعات ودور، وفجأة حصل ما أخرسهم، حصل شيء لا يخطر على قلب بشر. ماذا حصل؟ أحمد مطر شوي يعني ما بكره الشعر. لا جميل. أطبائي لا يمكن عنها التغافل، وما إن بدأ شعري التجرد مني بالتساقط حتى ظننت أن القدر يعاقبني بالطريقة ذاتها على خطيئة تجردي منه، فتخليت عن شعري قبل أن يتخلى عني، وأصبحت ذات رأس جرداء إلا من غطاء يخفي قحطها ويستر فقدي لأكثر ما يبرز للأنثى جمالها. كل يوم جديد أكثر إيلاما مما سبقه، أتأوه وأكتم صرخاتي، يقولون تشبثي بأمل فلا غيره المنجي، فتلمع صورة في مخيلتي ملامحها بسماته، وأستحضر كلماته من بين الذكريات لتكون هي ملاذي الوحيد ومصدر قوتي، أستذكر تغنيه بسواد عيني وتوعده بألا يعشق سواها، وأستشعر لمساته على شعري ومحاولاته البائسة لسريحه بضفائر لم يتقنها يوما، فأبتسم من جمال الصور وأقشعر شوقا له ولها، فأمتلئ رغبة به وأعزم على مناجاته لتكون يده معنة لبدني الذي أرهقه الفقد أكثر من الجرعات، فتصفعني مرآتي وتنطق بكلمات قاسية تذكرني بحالي. شعري تعطي إشارات للمخ في هذا الوقت، فبيعطيك هذا الشعور اللي أنت فيه، تشعر نفسك مرتبك في المخ، مش عارف ليش أنت مرتبك فيه، أو إشي بهز شعورك أو بحرك نبضات قلبك. أكثر من شعور، أكثر مشاعر مختلفة، ممكن ما تكون الرهبة، ممكن تكون السعادة، ممكن تكون الخوف، يعني بدرجات مختلفة، ممكن خليط من هاي الأشياء. فأنا هذا اللي بعتقد. طيب فيها بطريقة ثانية، يعني في أشياء كتير بسريعة. في أشياء نحن ما بنقدر نفهمها إذا لقينا لها إجابات. يعني أنا لأفهم الروح، طالما الإنسان نحن متفقين متقسم على ثلاث مراحل، الجسد، الروح أو العقل والقلب والروح. أنا كمخلوق بدائي أو مش بدائي، كحياة لنوع مخلوق ما بدي أحكي عنه بدائي، اللي بيمثلني عقلي، بمعنى أنا شايف نار قدامي، مجرد ما عندي عقل أنا رح أبتعد عن النار. هذا اللي ما بيميز الإنسان، هذا اللي بيميز أي كائن حي موجود. النفس لما بنحكي عن كائنات أخرى
هي لمجرد خروجها انتهت الحياة. فما عدا ذلك كل ما يراد لأبعد من ذلك هو يراد للروح. نفهم الروح لما ما نوصل لجواب لإلها، مش لما نمسك بجواب، مش لما نمسك بمقاس الفصل على الروح. الروح ما بتفصل. كل أحمد ما له علاقة بالإجابة على الروح، هذا موضوع تاني مبحث ممكن نحكي فيه، تمام؟ مبحث تاني. أنا سألت السؤال صار في محاولات الإجابة، بس أنا حاولت أفسر النقطة اللي هو حكاها، يعني كيف أنا بطلع على هذا الموضوع. إذا بدنا نحكي عن الروح يطول الحديث بجوز بدي أخذ مدخلة من دانا عشان نسأل الخدع أحكي شغلة عشان نتقل الكتابة. بالنسبة للروح واللي حكيته أنت، وبدي أخذ كلمة من عندك اللي هي هي رسائل من المخ أو الدماغ. ماجد ليان نضل مع بعض. اللي بيصير برأيي إنه إحنا بنتعامل مع ترددات بجسمنا، بأفكارنا، بمشاعرنا، كل إشي، حتى أعضاء جسمنا فيها ترددات معينة لكل عضو. اللي بيصير لما نحط بموقف ما نفهمه عادة، أو موقف نطلع منه من حالنا، يعني يكون أقوى منا، ترددات والطاقة تاعت هذا الشعور بتكون أعلى من المألوف بالنسبة لنا أو المتعارف عليه اللي جسمنا ألفه، فبعطيه صيغة معينة وبحطه بقوالب أو بفصله إنه هذا خوف، هذا حب، هذا كذا. فلما تكون طاقة الشعور أعلى منا، فإحنا بنحتار هون إيش نسميه وليش تلخبطنا وليش تودرنا، فمنحاول إنه نفسر، بس نقعد فترة عبين ما نفسر. هيك تقريبا ممكن نعرف الروح انها الطاقة اللي اعلى من الحواس الخمسة تاعتنا، واللي الحواس الخمسة بتفرزها كترددات مألوفة بالنسبة لنا، فهي اعلى كليفل. لهيك ما في لغة ممكن تفسرها، لانه اللغة هي كمان طاقة وترددات معينة توصف فيها حالة حب او درجة حب بس او درجة خوف. فالطاقة تاعت الشعور الروحاني او شعور ملخبط لما تقابل شخص مثلا او بموقف كنت فيه بكون اعلى شوي، فانت ما بتعرف تعطيه تفسير. بالضبط زي الحدس الداخلي. الحدس الداخلي هو احساس ما نعرف من وين هو، بس ممكن انا حاسس انه في شيء حيصير، او حاسس انه هذا الشيء كذا، بس انا مو فاهم. امتى بيقلب مرات نحكي انه كيف انا اميز بين الحدس والخوف، المخاوف تاعتي اللي مترسخه عندي تجاه شغله معينه، وبين حدسي. طب انا شو عرفني كيف اخذ موقف مثلا؟ فمجرد تعطيه تعريفات، يعني احنا بنحس شعور بالخوف، بنقوم من لانه شعرنا بهذا الشعور، بدل ما ننسحب من الموقف نقول مش امان، ما بدي اكمل، بنقوم نعطيه تبريرات او نبني سيناريوهات مثلا، نبني سيناريوهات ونعطيه تبريرات عشان نقدر نتعامل معها بحواسنا. بس هو بكون اشي اقوى، مجرد نرد عليه خلص، لانه هو شبك على مستوى طاقه اعلى. فمجرد انه نسميه ونفصله ونعطيه مسميات معينة، خلص احنا نزلنا للحواس تاعتنا، استخدام الحواس المألوفة. وقيس عليها كتير شغلات روحانية يعني ما بنفهمها. تمام، ثانك يو دانا. اضافة صغيرة بس هو الموضوع هذا اللي شرحه ديفيد هاوكنز، اذا بتقرأ له بتلاقي جواب بسلم درجات تردد الوعي. وفي 8 كتب عليه، أهم كتاب بيشرح هذا السلم اللي هو القوة مقابل الإكراه، بيحكي عن هاي الترددات، وبيحكي عن وجود هاي الترددات العالية اللي إذا مستوى الوعي ما قدر يمتص يستوعبها يعرف إيش هي، ما بيصل لتفسير، وبيصيبه هذا نوع من التشتت بالفكرة أو الضياع أو إلى آخره. فهذا الكتاب وهذا السلم يوصلك لحقيقة ما، يعني كتاب جدا رائع الكتاب، صحيح. طيب نقرا في الفلسفه والجواش؟ لا نقرا، يلا. نقرا بالفلسفه. بدك تقرا بالفلسفه؟ اوكي يلا. تسكبست مش شيء ثاني، مش اللي ما تفهموه هو كيمياء. انا بشرح اكثر لخصه هو كيمياء. قصيدنا بطيبه مره ثانيه، لان انا كتبت 22 سنه صف رابع ولا مش عارف متى، أنا بكتب بالعربية الفصحى، لكن خلصت المفردة. كتبت بالسوالف هذه الفلسفية والتعمق الناسي. أوكي. فيعني رحت مع النبطي. فهي نصائح بقول لك، الحب يعطى في الصحيح من الزمان، ولو راح وقت الحب ما تشوف المنفع، خلك حجوزنا ثقيل
حاجز لك مكان، خلك ذهب لأنه الطلب في زمان القرقع، لا طافق لك قطيع ولو أنه يعطيك الأمان. لا تكون كالبهايم تحت حكم المزرعة. أنت خلقت إنسان، تعرف وش إنسان؟ إنك تثور وتنفجر، مو بس صوت وفرقعة. يا أمي بعدين. الله جل اسمه والصفات صانع لك الشان، لا تحقر قيمتك يا شين. خلك أول أربعة وتسيد المجلس عدل بلا تهاون أو هوان، والثلاثة اللي معك في وجودك أربعة، لا تقبل القسمة ولا تنجمع قبل الأوان. خلك رقم صعب بليا جذور مربعة، إياك انحكوا بتوحيد المقام تبان، اختفي وخلي الكسر فيما بعد بترجع. كن بالمرجع حصان أسود تكسب رهان، وسكر لبن فوزك واللي دونك طرقع. المراجل ما تستوي مع محبين الأمان، المراجل ما تستوي مع محبين الأمان، والبطولة ما بيدخلها حساب المنفعة، المخاسر في البطولة ما تحسب كمان، والتفكر في النهاية يزرع بنفسك ضعضعة. كن طبيب الداوي اللي بيجرح الهوان، مطاس بارع يبر العلل في مضعة. الله الله. انت لازم تطلع ديوان، لازم تنشر، لازم تشكر على شغلي. معلش انا بشكرك انه يعني برغم انك تحكي شعر نبطي، انا مرات بحب الموسيقى الشعر النبطي لما بس بحاول افهم الكلام، بفهمش يعني 50% من الكلام اللي بيكون، خاصه شعر الخليج بس انا بشكرك انه الكلمات كمان واضحه، يعني بالنسبه لنا مفهوم الكلمات. تمام، بجوز لو بدك تحكي بنفس اللهجه النبطيه بتستخدم مفردات موجوده موجود. يعني حتى لو بجوز نفس الكلام ده رد في منا ما حنفهمه صح؟ لا برد عليه يعني نفس الشيء برضه بالنبطيه. لا هيك واسعه منك ولا لا هيك الان معرفش والله يطلع بصريح. يلا تمام، توصف محمد ألزم الصمت. حلو. يحتار فيه الوصف بمقصد صياغة، أعجز عن التعبير، التعبير مهما تكلم، ويا كيف أوصف فوق حد البلاغة. هذا هلا طلع معاك؟ لا هو زمان هذا. هو طبقه على محمد. يعني ما حد اشتهر إلا علي الطيب. تسلم على الزول. هيوم كتبوا فيك شعر، يلا عيش. طيب مين كمان بده يقرأ يا جماعة؟ مين عنده كمان أشياء؟ هدير؟ كل اسم تحب فيه الرجل يعني هيك يعني هنا أتمنى ما في داعي. طيب يلا هدير. يعني الخبزات ما بيستنى عندهم يا سلم عليها. طيب يعطيك العافية وشكرا كثير لك. شكرا لكم. اوكي هديل. هو نص اسمه حب قادر. جمعهما جدران وقرار عائلي بان، وغير ذلك لا شيء آخر يجمعهما، فبينه وبينها أزمنة متراكمة وأجيال على وشك الانقراض. لم يكن الرجل التي تريد ولم تكن حتما المرأة الذي أرادها، ولكنهما تزوجته ولكنها لم تحلم في تلك الليلة، فقد فاتها قطار الأحلام وتركها واقفة في المحطة تنعق فيها غربان الخيبة. ليلتها لم يزرها الشاب الوهمي الذي لطالما حلمت به، لم يلامسها بغابته الصغيرة قبل أن تستسلم للنوم تماما، ولم تحل رجولته عليها كليل رومانسي جميل. كانت تلك ليلتها الأولى بدون رجل رغم وجوده. كانت ليلة تنزف من بين فخذيها إهانة قاتمة، ليلة لا معنى لها حولتها إلى كائن لا معنى له. الوضاعة بدأت من هنا، من هذا الزواج الذي لا معنى له، من هذه المغامرة التي لم تثمر غير كثير من الذل في حياتها وكثير من الانهزامية والتلاشي والانتهاء.
في غاية السخف كانت تحدث لها أمور لا تفهمها، أمور تجعلها تنتهي وتتوقف عند لحظة اتخاذها لقرار الزواج، الزواج الذي تم رغبة في الحصول على عريس يليق بحجم انتظارها، وخوفا من الوقوع في مصيدة العنوسة. يا لتلك السذاجة، هي لم تدري أنها بذلك وضعت قلبها وكل جوارحها بمصيدة أخطر بمحض إرادتها. أليست الحياة مضحكة حد البكاء أحيانا؟ أليست ضربة من الجنون الذي نخطط له بعقولنا؟ تضع الفتاة نفسها في بيئة جديدة مع شخص تجهله ولا تعرف عنه سوى اسمه وبعض وداعته الجميلة التي لم يستطع إلا أن يظهرها رغما عنه، لتتفاجأ بالواقع المرير الذي استقبلها بعد أقل من شهر من تلك الليلة، لتنصدم بذلك الحمل الوديع يتحول ذئبا شرسا لا مكان للرحمة بين نبضاته، لتحل لعنة القدر عليها منذ تلك اللحظة إلى يوم الدين. فهي لا تجرؤ أن تضع باسمها تحت قائمة المطلقات. يا لجهلها، كيف استطاعت أن تدخل بنفسها مراهنة إما أن تصيب وإما أن تخيب؟ إن أصابت فهي من المحظوظين، أو لنقل المحظوظين جدا في هذه الحياة، وإن لم تصب كتبت عليها التعاسة واللعنة إلى أبد الأبد الآبدين. كيف تستطيع امرأة أن تلقي بجسدها على كتف رجل لا تتسارع دقات قلبها له عند ذكراه؟ كيف تستطيع أن تشبع رغباته، أن تطفئ نيرانه، أن تستلذ بكلماته وأن تستلذ بكلمة لا تعرف أنها لم تسمعها إلا ليستثير هو من ردة فعلها تجاهها؟ الحب هو البركان الهائج الذي يثير كل شيء أمامه، هو المحرك لكل المشاعر، هو المخدر الوحيد الذي يصلح لجميع آلام الحياة. والزواج من دون حب خطيئة مشروعة وجريمة لا يعاقب عليها القانون بل يعاقب عليها القدر. إذن عليك بالحب. فالحب هو سر نجاح أي علاقة في هذه الحياة. فاجعلي الحب يشع من أي شيء يقربك وكأنه سراجا منيرا، وعندها فقط ستختلف جميع موازين الحياة وتقلب الواقع رأسا على عقب، وستكونين حتما مصدر سعادة لأي شخص يقربك، ولا يمكن للسعادة أن تدخل قلب أحد إلا وعادت لمنبعها سعادة أكبر. ولا تلعن الحب إن أطال طريقه إليك أو إن خيم حولك ولم يطرق بابك، ولا تلعنيه حتى إن طردك من قائمة عشاقه، بل كوني أنت منبع الحب، وانثر الحب بذورا قصبة تنبت في كل مكان وزمان. عندها فقط ستدركين أن من يحمل بين أضلعه حجرا سيلين أن وضعت قبضتك عليه مصاحبة إياها نظرة تلمس ثنايا الروح. لتكوني سعيدة في هذه الحياة لا تستسلمي إن لم يجد الحب أو إن لم يجد طريقه إليك، عليك فقط باستحداثه. لا تحلمي بتأسيس بيت بل اسعي لبناء صرح من الحب وقلعة ذات أسوار عالية من الأشواق ومدينة بأكملها تتأسس على ركائز من العشق وقصائد الغزل، حتى وإن كانت في باحة مهجورة لعجوز فستشهد أيامها بأن الحب قادر. عليك بالحب عجبتني، حسها عنوان لرواية لأحلام مستغانية، مش عارفة أنا مخطئة. عليك بالحب عجبتني، بس إنه كيف كنت أشوف كتير بنات من حوالينا من المجتمع بس بدهم يتزوجوا بس لأنه حلمها تلبس فستان، أو إنه خايفة إنه يطلق عليها كلمة عان. قلة وعي، قلة وعي. فإنه هيك لا جميل، جميل جدا. الله يسهل، الله يرحمها. جدتي كان ضلها تحكي العزوبية ولا الزيجة الردية. بالضبط. بالضبط. الجينات أنا تعتي لوين جبتها. لا جدتي جدتك من المناصرين احلام مثلا، مش العنوان اللي كانت كثير اوبن مايندد. في فرق في الحياه اذا ميزناه بنقدر نشوف اكثر. في فرق ما بين انه انا اللي بيسموه رانينج فروم ورانينج تو. في فرق لما انا اكون هارب من شيء الكل راكب، الكل بركض، بس هذا هارب من شيء
وهذا رايح لشيء. هلا الوصف اللي وصفته هديل واحد هارب عم بركض وهارب من شيء طلع هيك لورا وهارب عشان مش شايفه هدفه بس يهرب ايوه يهرب من شو. هلا الفرق كبير بين هاي الحاله والحاله الثانيه اللي ماشي في الحياه بس نظره لقدامه قدامه هدفه ورايح له صح. احنا كثير بنتصرف بالطريقه الاولى صحيح 100% بالوظيفه بالعلاقات الاجتماعيه بالحب بالزواج بكل شيء نتصرف حسب الطريقه بنكون هربانين من شيء احنا مش عارفين ليش احيانا احنا مش عارفين ليش فهون لما بنوقع بنجي هيك شو عملنا نكتشف الحقيقه بنكتشف انه احنا هربنا من شيء وصلنا لهون لانه هربنا من شيء وما في قدامنا هدف احنا بنتعاطى الخيال عشان نهرب من الواقع ايوه عم بيطلع منه ابداع اليوم على فكره جو سبب الواقع السبب والله الهروب من الواقع الخميس بجوز الهنون مليانه دموع اما مواقف كثير هي مش احنا ما بكينا على الاطفال احنا ترى مهمومين من اول تراكمات الحياه خليك توصل لمرحله من تنفجر مثل الجلطه عمره ما واحد انجلط فجاه الجلطه هي تراكمات دخان على مشاكل على ديون على هموم على كذا تصل عندك المرحله اللي هي الشعر في قسم الظهر البعيد سكر الشرايين تيجي انت تهلك مره واحده تقول لك يا الله ما بعرفك انت انسان والله يا يعني انت مش قد لازم انا كل الظروف اللي مرت في حياتي قوي ولكن انه وصل واحد لمرحله انه كل ماله استراحه محاربه هي من نهايه المحاربه لسه بكير عن نهايه لا 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 يعني ولا اكيد يعني الواحد دائما بيصل لمرحله انه خلص يعني لهون او لهون تمام طيب في حدا بده يقرا كمان رانا يلا ليه فصلت يلا سياسه وبكا ورانا مهموم لا كله حزين يلا لا يلا يلا رانا سياسه رانا مطلوبه بدنا شويه حب هيك عاشه بعرف اي ثينك انه داين حدا حدا ثاني ما بدك خلاص فصلتي طيب اوكي تقرا يلا ذكرنا باسمك ابراهيم شطاره ابراهيم اوكي يلا لانه بعثوا لي مسج قبل شوي بيقولوا لي خليهم يحكوا الاسماء لانه بنسوا هذا شكله في واحد سجل الاسماء هيك احنا ناس دخل بالسياسه هيك اريا يلا ابراهيم صار موقف كرم بالنسبه للمراه اللي تدخل المراه اللي تدخل خلينا مع بعض فهذا الموقف صار معي في دعوه تلفزيون اجت موظفه حطت راسها على الحيط وبلشت تدخن فكتبت فيها اراك تدخنين بشراهه وتشربين قهوتك البارده وتغير فنجان قهوتك الاف المرات اراك تتكئين براسك على الجدار امتعبه انت اراك جالسه وحيده واصابع التفكير تخدش فكرك وتصفنين الى صدى نفسك تنثرين شعرك اللؤلؤي تتجولين بنظرك فوق السحاب تتكئين برأسك على الجدار تسافري بدخان سجائرك كأنك سرب حمام نائم ينتظر لا منتظر جميل هلا شوف يا جماعة حاولنا نشبك أنس هلالي معانا من الإمارات صح أنس؟ أنس بالبحرين فأنس من البحرين بس حاولنا نشبك على بلوتوث سبيكر ما زبط فبدنا نحاول نعطي أنس الكمبليت سايلنس عشان نحاول نسمع صوته ورح نستخدم بس السبيكر تبع الموبايل حلو تمام أنس أنت مع الجميع تفضل أنس معك أنا؟ مساء النور أهلا سامعينك؟ سامعينك أنا سامعينك عشان نسمعك إحنا سكتنا عشان نسمع يلا ابدأ تمام معك شغل باي ذا
حاب اول شيء امسي عليكم. اهلا مسي. اهلا. المساء ما صار بالمساء حلا لين فيك الزان زين بكي مسا الدنيا وخجل منكي قمرها بكحل بشعرك ديلها وبنظرتك حلاها بان اشتاقي في الدنيا كانها طفل وانتي امها تدور في خباياها وبين الانس والجان عن نبع الفرح ثم تدلك في قمة فرحها من فرحها تجن ريد الصبح يحل الان لجل تقول بك تمسك وانتي سعادة صبحها. خلاص حلو حلو. لا سامعين هو بس فكرنا استراحة بدك تكمل بدنا كمان. يسعد مساك يا رب أنس، أهلا وسهلا فيك. حابب تحكي كمان؟ الله يمسيك والخير. آه طبعاً. طيب هات كمان قصيدة يلا. زمان قبل الفيسبوك داليا بتعرف كان عندي منتدى كان النكنيم تبعي النورس الحزين. لا اله الا الله. سادس سؤال. خلصنا المنتديات وبطلت نورس الحزين. الحمد لله انه خلصنا المنتديات. كتبت قصيدة بمناسبة اني تركت النورس الحزين اسمها عشق الابدي الاحادي. اوكي. العشق الابدي الاحادي صح؟ عشقي الابدي الاحادي. عشقي الابدي الاحادي. طيب يلا. في غربة الليل مجنون تحتريني الآهات ذلك ما كان النورس الحزين يعاني حين كان الحزن والبؤس معظم الأوقات جاس من الحياة مكنون في داخلي كنت مليئا بالكثير من الانهزامات كنت وكنت وكان قلبي يعاني والآن لم يبق الحزن في قلبي مكانات ولا عاد للياس دوما حنائي حيث عرفت للحب أحد الطرقات وعرفت الفرح بعد طول انتظاري عرفت أنك تعكسين الانهزامات تفين صرحا نكينا في داخلي توقدين نارا وقودها الآهات تحرقين كل جرح منه معاني أنت أنت يا مليكة الحب والانفعالات يا من تنتشي بك أشجاني أنت يا رحلة العمر والزمانات يا عشق الأبدي الأحادي يا من بك ترتسم الابتسامات يا من بمسمة تنسيني أوجاعي لك تخرج من الروح النهدات وبك تطرب وترتبط أوصالي لم يعد هنالك نورس حزين وآهات ولا أوجاع تغرس بالقلب أحزاني بل روح تصلبت فيها النهدات واندثر كل ما كنت منه أعاني أشتاقك أشتاقك يا مليكة الزمانات أشتاق لعين تشع نورا فتراني أشتاق لبسمة أشتاق للانفعالات لقبلة صورت أركان أحساسي جمعت مشاعرا وأحاسيسا وبعثرات فجرتها كقنبلة مزقت أعماقي لم تعلم أن الأبواب موصدات أن القلب مدمي بنبضاتي ببراءة طفل جددت النبضات كونت إحساسا يلملم ما مني باقي أسست بداخلي قلاعا جميلة رائعة مثلك يا منبع أفراحي. زقفوله. هيك تمام. شكرا أنس، شكرا كثير كثير حلو. انشر لنا كمان أشياء على الملتقى الأدبي. انشر لنا أشياء من أعمالك على الملتقى الأدبي. منضيفك على الجروب. ماشي. هي داليا معك. شكرا كثير أنس. اوكي.
طيب ناخذ واحدة من ابراهيم وليان نختم مع ليان. اوكي طيب تمام. عندي واحدة لي سنه قاعده. ماشي يلا يلا ابراهيم. تمام خلاص خلصت احزان اوجاع يعني. يلا شوف ابراهيم. مستفزه بصمتك، مستفزه بحديثك، مستفزة بسكوتك، بحركاتك، مستفزة. يبقى سيبك منها يا زلمة. انت هالقد مستفزة هيك جاب دايما مقدرش ما نحكيش عنك. مش قادرين ما نحكيش. بسكوتك، بحركاتك، مستفزة بشفاهك، بعيناك، بنظراتك إلى الحياة الأبدية، مستفزة. أي امرأة تغار منها أضواء السماء، يا امرأة تجلجل بقدمها أرجاء المساء، مستفزة. بالحب، بالشوق، بالغيرة، مستفزة. فقد ثارت رجولتي بين حنايا قلبها، مستفزة. بالشعر تسكنين هواء الشعراء، وبالحب تثيري ما في الأحشاء. بشعرك الطويل، برقصك المثير، بكلامك مع الغابرين، أنت مستفزة. بنومك الجميل، بنومك الجميل، بحديثك البسيط، بحجابك العريض، مستفزة. أي امرأة تساقط كل زهور الكولونيا على قدميها، وفتحت برمشها بلاد الإسكندرية. فكيف يا سيدتي، كيف لك أن تحرق الشمس بنارك السرمدية؟ وكيف لك أن تحذفي حروف الأبجدية وتمشطي شعر الخيول العربية وأنت جالسة فوق شفاه القمرية، مستفزة. بإشعالك حروب الرومان، بإشعالك شموع العشاء، بيدك الملساء، حتى بكتابات عنك، أنت مستفزة. مستفزة. صار عندي فضول اعرف شو اللي حابه فيها بعد كل الاستفزاز. والله انا كنت حاب احكي لك قصه عمرها 18 سنه يمكن. لانها مستفزه. لانها مستفزه. طيب احكي لي القصه بعد ما يخلصوا اللفه. ليان؟ لا انا اخر شيء. انت اخر شيء؟ بدك تختمي. احمد يلا. احمد تيجي هون؟ لا عادي بحبوا يشوفوك انت مشهور على الجروب. طيب عادي اوكي وانا مشهور. طيب اوكي يلا. كأن السماء لم تمطر، وكأن الصحراء لم تزهر، وكأن البدر اختفى من القهر، وكأن الأرض لم تعد تدر، وكأن الليل في كدر، وكأن الظلام باقي لن يمر، ولكن أي امرأة من السكر في حضورك يختفى جميع ما ذكر، فأنت جنة من الدر، وحوانة الزهر، وفراشة تزرع الحياة ولا تقر، أنت ميلادي ومزيل آلامي وجنون أوراقي، وأنت المفر. باختصار يا سيدتي، أنت أنا وأنا على قيدك أحيا. ليان يلا اوكي يلا. هلا هذا الشيء انا كتبته كثير زمان، فبتمنى يكون في اختلاف للشباب ولا للبنات بس. من شاف لنا بنت أحاول أن أخفيك كسرك الألمك الحقيقة، أحاول أن لا أجاهر بك ترنيمة تعلو روح الثلج، أحاول أن ألفظك خارج دائرة الرؤية أو الهمس أو الحياة لأتفاجأ أني أنقض على ذكرى خيالك إذا ما فارقتني، وأضيع في ربوع تضاريسك، أسقط شهيدا لا يعرف متى أشعلت فتيل الأزمة، ولمثلك أنت الكون يتصارع، أصبح كسؤال فضولي عن الجحيم أو حتى عن زهر الأحوال، أحاول ألا ألدك طفلة جميلة شقية، بكاؤها يبيد ذلك الصمت بين مقطوعة وأخرى، لأني أعلم جيدا أني لن أستطيع وأد ملكوت فرعون إذا ما انتصف الليل يا سيدتي، وكيف لي أن أقارع البحر إذا هاج؟ أنا لست آلهة أخلق من العدم وجودا وأكثر، ولا أدري كيف جئت إلي من عظم رميم، كيف وجدت القوة لتخرجينني من ذلك الخندق المعتم، من منفضة الكون
من حدة السكون ومن صوت الذكريات القادمة. هل علمت بالخوف الجوع والعطش؟ هل سمعت يوما بالبطش والجشع؟ هل أحسست ذلك الشعور اللامتناهي وأنت بين ذراعي؟ أنا لست آلها ولا حتى تعويذة، فلو كنت لأخرجتك من شرنقتك ووضعتك أمامي وفيك احتلت. حلو. لا لا جميل جميل كتير حلو. على فكرة إلك أسلوب واضح، يعني اللي بقرأ الأولى وبقرأ هاي بعرف إنه نفس الشخص كاتبهم، فحلو إنه عندك أسلوب واضح، إلها أسلوبها الخاص يعني. هاد شيء جميل. نعم. أسلوبها واضح يعني، رغم إنه مختلف الموضوع اللي كتبته بالأول عن هلا، لكن في إلها أسلوب، أسلوبها واضح في الكتابة. كانت حبيت. بنفس الصورة تقدم على سوريا. بدي أحكي أنت لو في صوت حدا. لا لا ما بعرفش أنا، لأنه سوريا الثانية كانت على سوريا الثانية آخر لقاء أو آخر مشوار، كانت نفس الطريقة. نفس الأسلوب صح؟ نفس الذكنة يعني. ما كانش في ساتلايت وكذا، بتعرف أربع قنوات عدد. أسلوبها إعلامي جدا فعلا. طيب بس بتعلق انه اول ما جيت سمعت المشاركتين، مشاركه ومشاركه جمان ولا هديل، اول اللي اول حكت عن الحريه والانفتاح هديل. هديل وليان. ليان ما بعرف بس انه اسلوبها ناضج كثير، يعني لازم الان تكتبها. مثل يعني انه الاسلوب واضح، اسلوبهم ناضج صح، بتخليه يعني بدي بليز ابعث لنا اياه اذا في فيسبوك او ايميل انه نفهم جد، انه نتعمق اكثر. قال انه الواحد لما يقرا بتعمق اكثر. صح، بده يعيده مره ثانيه. صحيح صحيح. وانا كثير امبرست يعني بمستوى الطرح ومستوى الكتابة اللي سمعناها اليوم. في عمق الفكر. قلتي انه بدك تكتبي رواية سوى وقت نسمع لك. انا صراحة مو محضرة اشي اليوم، بس باخذ الكونتاكت تاعونكم وبضيفكم على فيسبوك ومن طب تقلنا شي عن فيسبوك اكيد عندك. هو اكشلي احنا تعدينا الوقت بربع ساعة. ما في اي حاجة. لا تعدينا الوقت بربع ساعة، بس بشارك معك اشياء اكيد. سبعة وربع ساعة. ياسمين الإشي تاعك طويل؟ طفت تليفون؟ أنا من الصبح وقاعدة عم بحكي إنه من بده يقرأ. طيب خلص بنسمع منك إذا المرة الجاي أكيد لازم ضروري. بدك في إشي بس لسه مش. إحنا لازم. هو إحنا لازم نختم. فبس بليز المرة الجاي كلكم كونوا موجودين. وما بعرف إذا سمعتوا عن رحلة الملتقى كمان اللي بيحب يشاركنا فيها، هي في 9/11 رحلة الملتقى، حيكون فيها تمارين كتابية وحيكون فيها مادة إنه برضو تعليمية بسيطة. الفكرة منها إنه العزلة وإنه نقدر نقعد كل حدا بياخد زاوية في مكان حلو فيه خضار ومع شوية تمارين ومنكتب بيبدأ الإبداع يعني يتدفق يعني مع المناظر الحلوة. اللي بحب أنا ودانا موجودين، اللي بحب لأي أسئلة عن رحلة الملتقى اللي حتكون 19 بعد ما نختم يعني. هي في عنا ملتقى أدبي لنادي كتاب Out and About، فبدينا نعمل سلسلة رحلات كل تقريبا كل شهر نص شهرين حيكون في رحلة لتشجيع الناس على الكتابة، وأي حدا بيقدر يسجل فيها. حيكون فيها تمارين كتابية، حيكون فيها مادة تعليمية، حيكون فيها مشاركات الجميع في الموضوع، فنعطيكم تفاصيل أكثر عن الموضوع بعد الجلسة إن شاء الله. رامي موجود بده يعطي الهاد؟ ما أتوقع لأنه هيك. رامي خلص تمام. حدا بده شيء قبل ما نختم؟ رامي وين؟ هو أني anyway هو فيديو مش لايف باي ذا واي. هو تسجيل فيديو. أوكي. أول شيء شكرا كثير للجميع وشكرا على المشاركات الرائعة، وحقيقة يعني هذا النوع من الجلسات له يعني جواي أنا شخصيا مكانة خاصة في قلبي، هذا النوع من الجلسات بنادي الكتاب. فنبلش بالبرنامج عشان ما نأخركم. اليوم احنا السبت، في اشي بعد هلا؟ نعم. اوكي، بكره الاحد رح نكون مع اليوم الرياضي من الساعة 8 للساعة 10،
بمدرسة كامبريدج بالرابية، بنلعب فولي بول، باسكت بول وريشة. رأسا بنروح ليوم الخميس. يوم الخميس راح يكون في عنا دائرتين بمركز كيمستي بأم أذينة. الدائرة الأولى راح تكون من الساعة 6:30 للساعة 7:30، دائرة تدريب مهارات الحياة. والساعة 7:30 ل 8:30 رأسا بعديها دائرة المحادثة الإنجليزي، من خلالها بنتحدث مع بعض بالإنجليزي، فكل اللي حابب يعمل براكتس. ما فيش تصليح أخطاء، كلنا بنستخدم اللغة اللي عنا إياها بس عشان نقيم الرهبة ونقدر نستخدم اللغة بأريحية أكتر. يوم السبت الجاي راح نكون مع نادي الكتاب، في تغيير السبت الجاي خمسة على خمسة راح نبدأ توقيت جديد الساعة 5 فكرت على برنامج. طيب نادي الكتاب هو الفعالية اللي بتتغير صيفا شتاء توقيتها، فرح نبلش التوقيت الشتوي ورح نبكر موضوع موعد نادي الكتاب. الجلسات تبعته رح تصير من الساعة 5 للساعة 6:30، فبدل 5:30 للسبعة رح تصير من 5 للـ6:30 ابتداء من الأسبوع الجاي، ورح تكون جلسة الأسبوع الجاي يعني رح نناقش بطل من هذا الزمن. بطل من هذا الزمان من الكاتب أنطوان تشيخوف. ايوه لا 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 ميخائيل ليرمونتوف. ايوه ليرمونتوف اكزاكتلي. اوكي مش قادر احفظ اسمه. ليرمونتوف ليرمونتوف ميخائيل ليرمونتوف الاسبوع الجاي بطل من هذا الزمان، من الروايات اللي المفروض انها مشهوره جدا. نعم اوكي. وما بعرفش اذا حسين حكيت لحسين حيكونوا جاهزين كلهم الثلاث روايات على شهر 11 هذا الاسبوع. اوكي فاللي حابب ياخذ الروايه اللي كمان مستعجل عليها ممكن اللينكات نازله عندنا PDF اللينكات على الايفنتات على الصفحه تبعتنا. هلا يوم 9/11 في قبل 9/11 شيء؟ لا فترة انت 23. اوكي يوم 5/11 ايش في؟ 5/11 دورة. اوكي اول دورة 4/11 يوم 4/11 رح نبلش دورة جديدة كوبن سالسا. احنا بلشنا هذا الشهر، الشهر الجاي برضو رح نطلق دورة جديدة الليفل الاولاني للمبتدئين، يعني اللي لسه ما بنعرف اشي رح نعمل مرة تانية ب 4/11 دورة جديدة، فاللي حابب يسجل التسجيل يروح لها الاي دي كود ب 12/11 رح نبلش دورة جديدة من ورشة عمل اي دي كود. هاي الورشة بتساعدنا نكتشف شو هي رسالتنا بالحياة، ورح تكون عبارة عن 12 ساعة ساعتين أسبوعيات كل يوم تنين من الساعة 6:30 لساعة 8:30. ويوم 9/11 رح نكون مع تفريعة جديدة لنادي الكتاب، نادي كتاب أوت أوف ذا باوت، اللي هي التشجيع على الكتابة، ورح نكون بطلعة كتابية يوم 9/11 ليوم كامل، منها تمارين كتابية ومساحة للكتابة اللي نطلع إبداعاتنا ونسمع بعض من خلال تمارين الكتابة للتشجيع على الإنتاج الكتابي. وهدول الملتقيات رح يودونا للمعتكف الكتابي اللي رح يصير بشهر 4 إن شاء الله. كل هاي الكتابات واللي متشجع أنه ينشر أو تنبط بالمشاركة مع معتكف كتابي مصر، في بنية تحتية جاهزة للي حابب ينشر أنه ينشر مع ناشر معين موجود معانا بمصر بكون، ومع مدققين وكل البنية التحتية اللي بتلزم الناشر. هذا يوم 9/11 للي مهتمين انهم يحركوا الاقلام الادبية تبعتهم. يوم 23/11 راح نكون مع الاحتمال الكبير تكون اخر رحلة، وكل عام وانتم بخير، لهذا الموسم لمجموعة اوت نبات. راح ننزل على البترا يوم 23 على 24 رح تكون لمدة يومين. كل تفاصيلها وكل تفاصيل الفعاليات موجودة على صفحة Out and About، على مجموعة Out and About، على meetup.com وعلى eventbrite.com. فكل هاي التفاصيل مع التليفونات للاستفسار موجودة، وكل البرامج هاي مفتوحة للتسجيل حاليا، فاللي حابين يسجلوا أو حابين يستفسروا أهلا وسهلا بالجميع، ونراكم بالفعاليات قريبا. شكرا كثير. شكرا جميعا.